دقلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح. إذا ما اتجه الفكر في السماوات حيث انتشرت النجوم في الليل، وإذا ما كل البصر فيما لا نهاية له من الآفاق المظلمة، وإذا ما خشعت النفس خشعتها من رهبة السكون الشامل، فإنك يا جميل يا عظيم، فإنك تشرق بوجهك الكريم من خلال هذه الآفاق، وتسمع صوتك في ذلك السكون، وتمس بعظمتك النفس الخاشعة المطمئنة. حينئذ تبدو الآفاق المظلمة كأنها باسمة مشرقة، ويتحول السكون إلى نبرات مطربة تنبعث من كل صوب، وحينئذ تتغنى النفس الخاشعة لتقول: أنت أنت الله. قبضة الله تجمع الأرض جمعا، وبيمن البديع تطوى السماء، قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء. وإذا ما كان المتأمل على شاطئ البحر الخضم وأرسل الطرف بعيدا حيث تختلط زرقة السماء بزرقة الماء، وحيث تنحدر شمس الأصيل رويدا رويدا كأنها الإبريز المسجور، لتغيب في هذا المتسع الملح الأجاج، وحيث تتهادى الفلك ذات الشراع الأبيض في حدود الأفق الملون بألوان الشفق كأنها طائر يسبح في النعيم، إذ ذاك يشعر المتأمل بعظمة واسعة دونها عظمة البحر الواسع، وإذ ذاك تقر العين باطمئنان الفلك الجاري على أديم الماء الممهد وفي رعاية الله الصمد، حيث تكون مظهر العظمة، وحيث تطمئن النفس لرؤية ما تطمئن إليه في منظر جميل، إذ ذاك يا مصور يا بارئ يا خالق، إذ ذاك يدق الفؤاد بدقات صداها في النفس: أنت أنت الله. دقلة وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح.